فرحة كتير بنسمع الاختصاصيين دائما بيقولوا لسيدة المنزل للصبية لأي حدا رغم ضغوطات الحياة اللي بتكون بالعمل بالأسرة حتى لاقي مساحة لحالك دائما مساحة لحالنا طبعا نرمين هي المساحة اللي دائما احنا بنسعى نحصل عليها يعني كأمهات بنقول لو ساعة باليوم لو ساعتين من اليوم نحن نفكر فيها نعمل شيء بنحبه ونقدر ذاتنا لأنه كل حدا نفسه عليه حق صحيحة مو بس حتى الأمهات يمكن بالحالة العادية من كثر ضغوطات أكثر الناس بيكونوا مضغوطين حتى اللي ما هم متزوجين كثر ضغوطات الحياة والأعمال بتخلي الواحد شوي ينسى حاله ودائما النصيحة بتكون لازم الواحد يلاقي مساحة لنفسه ليطور ذاته لأنه هذا الشيء أكيد رح ينعكس على حياته الشخصية وحتى المهنية رح نتعرف أكثر على هذا الموضوع وشو النصائح يلي ممكن نقدمها مع مريم حاجة عثمان اختصاصية نفسية وعلوم إرشاد يسعد صباحك وأهلا وسهلا مريم صباح الخير صباح النور يعني قدي نفسنا علينا إلى علينا حق إن كان بأوقات الراحة إن كان بأوقات تطوير الذات إن كان بالهوايات اللي منحبها خلينا بالبداية نحكي عن النفس كيف نحن بنقدر نعطيها حقها لحتى ترجع لنا بكل الشغلات الإيجابية تمام هلأ الاعتناء بالنفس والتركيز على النفس مو شغلة رفاهية يعني اللي بيتاخد عنا أنه دائما هي رفاهية إني أنا عم رفع حالي عم روح مشوار عم دلل نفسي عم دلل جسمي ابدا مو هيك هي اي نعم جزء من الرفاهيه ولكن اساسيه ليش اساسيه لانه انا بالنهايه رح يصير عندي اداء احسن اداء افضل صحه نفسيه افضل صحه جسديه افضل فبالتالي حيكون مدخولي المهني افضل فانا بحاجه لهالاهتمام والتركيز على النفس لحتى يكون ادائي ومجهودي وتركيزي على نفسي افضل فبالتالي حتكون حتى المود تبعي والمزاج تبعي افضل فتعاملي مع الاخر رح يكون افضل فهي شغله اساسيه ما لها ترفيه هلا اللي بدنا نقوله كيف بدي اهتم بنفسي كثير مهم انه نعرف انه في جوانب كثيره بدي اهتمي فيها بنفسك ليش كمان لانه انا بالآخر لما بتعامل مع الآخر أنا لازم أكون هادية لازم أعرف كيف أعتني بعائلتي أعتني بأصحابي أعتني بزملائي أعتني بعملي هدول كلياتهم بدهم صحة نفسية جيدة وصحة جسدية جيدة بتيجي من الاهتمام بالنفس كيف ممكن أنا أهتم بنفسي بكل بساطة طبعا على الأصعدة الجسدية العقلية والنفسية والروحية ما بغفل عن الجانب الروحي لأنه ممكن أنا أنهك إذا كنت طبعاً. على الصعيد الروحي غير جيدة فأنا لازم أمشي بهدول الأصعدة كلياتهم لحتى أقدر أنا أعتني بالآخر في مثل إنجليزي بيقول كيف بدك تعبي الكوب غيرك إذا أنت أصلاً كوبك فاضي أو عبي كوبك أول نحن منقول باللغة العربية فقد الشيء لا يعطيه فأنا إذا ما كنت مهتمة بحالي وحابة حالي ومقدرة ذاتي أنا كيف بدي أهتم بغيري كيف بدي أعتني بغيري كيف بدي أحب غيري فهذا الشيء كتير مهم أني أنا أعتني بحالي وركز على نفسي وكتير مهم أني أعتني بهدول الجوانب الأربعة في كتير أمهات تجيني كاستشارات خاصة النساء فبتقلي أنه بس أنا عائلتي أنا أبنائي أنا زوجي أنا في تجربة كتير بسيطة دائماً بعملها للمتدربين أو للاستشارات اللي بتجي أي شيء نحن بحياتنا بيزيد النقيمة يعني أنا مثلاً خلقان بهالكون هذا فأنا عندي عائلة مترابطة فأنا خليني أقول أنا واحد وعائلتي موجودة فأنا قدامها صفر فصارت الواحد شو؟ عشرة صارت قيمتها أكبر جميل جداً طب أنا درست حطينا صفر تاني فصارت شو قيمة؟ أعلى 100 فأنا تزوجت صارت 1000 فأنا تخرجت وصار عندي الشهادات الماجستير والدكتوراه أو الجامعة أو أي شيء أنا تخرجت فكل شيء إنجاز أنا عملته زاد قدام هذا الواحد صفار فإلك تتخيلي الصفار لا حسرة لها قد ما حطيتي إنجازات وعملتي بحياتك عمل وخطي مهارات وقدرات وثبتتي حالك بالمجتمع كل ما زاد عندك الصفار فصارت قيمتك أعلى أكبر. طب إذا نحن هذا الواحد راح شو صفي؟ ولا شيء صفي الصفار كلها فأنت اللي عم تعطي قيمة للناس اللي حواليك أنت لما بتعتني بنفسك بتعتني بذاتك أنت حتحسي تعطي قيمة للآخر من خلالك طبعا هي مو أنانية أبدا في شعرة معاوية بين الأنانية وحب الذات أو الاهتمام بالذات أنا عم بهتم بنفسي لأن بدي اهتم بالآخر لكون فعالة بالمجتمع لكون فعالة بضمن الجماعة اللي عايشة فيها فكتير مهم أني أنا اهتم بنفسي على الصعيد الأربعة اللي نحن ذكرناهم مريم يعني العمل الاساسي اللي ذكرتي انه بعدم الاهتمام بالذات بيقول لك ما عندي وقت يعني صحيح. سواء متزوجه او غير متزوجه او حتى الرجال اليوم هو 24 ساعه ما في غيرها يعني معروف كيف فيها هي اي وقت برايك انه اذا بدها تنظم حالها
هو وقت مناسب لتقدر تعتني بحالها، ولا مثلا وحده او فتره مثلا الاعتناء ممكن تتقسم خلال اليوم؟ كيف ممكن نقدر دائما نحن عندنا مشكله بتنظيم الوقت او خلق هذا الوقت، كيف نحن ممكن نساعدهم بهذا؟ تمام. هلا بتنظيم الوقت ما في حدا عنده 23 ساعه وواحد عنده 24 ساعه، ما في حدا واحد عنده 19 ساعه وواحد عنده 28 ساعه، هي 24 ساعه. فالفكره انه بال 24 ساعه فيني انا اعمل كثير انجازات اذا نظمتها. اما العشوائيه اللي نحن عم نعيش فيها كامهات او نساء او حتى كفرد يعني بالجماعه، هذا اللي بيخلق عنا عدم اني انا عم بلحق الانجازات اللي بدي اعملها، او انا بدي اقرا هذا الكتاب بس والله ما في وقت، او انا بدي اهتم بنفسي، رايحه على مثلا اعتني بنفسي، اعتني بجسدي، بدي اعمل سبور، بدي اعمل رياضه، والله ما عندي وقت. هي مجرد اني انا نظم اوقاتي واعطي اولويات. الاولويات هلا قبل ما ذكر اول شيء ذكرناها، الاولويه لمين؟ لنفسي، لذاتي، بعدين بيجي الاخر. لما بحط الاولويات برتب الاولويات بترتب معي الوقت مباشره. انا الاولويه، مو برجع بقول ما لا انانيه، انا الاولويه لاني انا موجوده، انا بصحه نفسيه جيده، انا بصحه جسديه جيده، فانا فعاله ضمن الاسره، ضمن البيت، ضمن العمل، ضمن اي مكان انا فيه، ضمن اي زمان انا موجوده فيه. فالاولويه هي انا. فلما بعطي اولويه لإلي حيكون عندي على الاقل، انا بستحق كشخص على الاقل ساعه بالنهار، بستحق اني انا اخذ ساعه لإلي، بريك لإلي، مو لشغل، لا كي مو لعيله، مو لزوجي، مو لام. سؤال، لما بتكون ما انا موجوده هي الساعه، لما بتكون ان كان ام، ان كان رجل، ان كان اي عضو من اعضاء الاسره، هو مكرس يمكن كل وقته وكل حياته لهي الاسره، تمام. ممكن يجي وقت هو مثل ما بنقول ينهار لهي الدرجه انه انا يمكن ما عاد قادر اني اعطي، شو الاثار السلبيه انه نحن نهمل حالنا بطريقه كثير مبالغ فيها؟ طبعا هلا انت ذكرتي كلمه انه انهار، يعني انت فقدتي كل شيء. فقدتي كل شيء بمعنى اني انا حاطه معلقه قيمتي بالاخر. هلا اذا بدنا نرجع من الاولى، انا اذا بدي اهتم بحالي مشان شو؟ مشان انا اعلي قيمتي. فانا لما بدي اعلي قيمتي لازم انا ما اعلق القيمه تبعي بالاخر. بيقول في مثل بيقول لا تعلق قيمتك بوجوه العالم او الناس، الناس كل يوم بتغير وجوهها. نحن بنقول مو كل يوم، كل ساعة، كل ثانية بتغير وجوه. فأنا قيمتي موجودة مو بالآخر، يعني قيمتي مو موجودة إني أنا متزوجة الشخص المهم الفلاني، أو مو قيمتي موجودة إني أنا أمتلك السيارة الفلانية. هي شغلات موجودة وضرورية، ولكن مو هي قيمتي. مو قيمتي إنه أنا عندي أنا أطفال أو عندي أبناء كتير وعندي ذرية كتير وأنا عم بشتغل عليها، مو هي قيمتي أبدا. القيمة الحقيقية جوهري بذاتي. هلا هي شوي فلسفية، وإنما خلينا بس ناخذها بشكل بسيط جدا. قيمتك مو بإنه أنت مربية أولاد، مو كل حياتك هي أطفالك، مو كل حياتك هي زوجك، مو كل حياتك هي عملك. إذا نحن أعطينا اهتمام وركزنا اهتمام لشيء جانب واحد فقط بحياتنا، فحيصير هي الكلمة اللي قلتيها انهار. ليه؟ لأنه الإنسان مجموعة خليط من كل هدول الجوانب. إذا زعزع شي جانب حتحسي حالك انك انت فاقده للطاقه، منهاره، متزعزعه، ثقتك بنفسك قليله، ما عندك قيمه لنفسك. فمن اهتمامك بنفسك حتصير عندك قيمه لنفسك. انا قيمتي مو معلقه بحدا ابدا، لا قيمتي باطفالي، لا قيمتي بزوجي، ما قيمتي باي شيء مادي، قيمتي بنفسي انا. في تجربه عملها بتوقع كان في دكتور بجامعه بامريكا، مسك $100 وعم بيعطي درس لطلابه على القيمة، قيمة الذات، إنه هاي $100 شو ممكن أنا أشتري فيها؟ فكتير طلاب صار يقولوا بشتري فيها كذا وبشتري فيها كذا. قال له بحسن اشتري فيها مو بس بالمية، فيني بشتري فيها بالتسعين، بالثمانين. قام قالوا له إيه؟ قام جعلك $100. قال له فقدت قيمتها $100 شيء؟ قالوا له لا، دعس حتى بالأرض ودعس عليها. فقدت قيمتها؟ قال له لا. فنفس الفكرة، لو اجت علي ظروف ما حدا قدر التضحية اللي أنا عملتها، ما حدا طالب مني تضحية على فكرة، ولكن أنا عم ضحي، ما حدا قدر الوقت اللي أنا عم بعطيه، ما حدا قدر العمل اللي أنا عم بعطيه، قيمتك هي ذاتها، ما رح يصير لها شيء. نفس الظروف اللي صارت لل $100 حتصير لها. نحن بحاجة شوية تقدير أوقات، نعم. دعم لما نعم. اي شخص بيكون عم يعطي كثير، عم بيقدم مثل ما بنقول اقصى طاقه عنده. صحيح. فده حلو لما الوسط المحيط يجي العائله اطراء. تمام حلو. التقدير لهذا الشيء قد ايه بيعطيه الواحد دافع للاستمرار بطريقه جميلة افضل جداً. من الأبد. هلا امتى بيجيني الاطراء؟ امتى بيجيني التقدير الشغل اللي انا عم بعمله؟ لما بقدر انا شغلي، لما بقدر انا ذاتي. برجع بقول لك ما بقدر انا شربك من كاستي اذا كانت فاضيه. فانا لازم اقدر نفسي وحب نفسي لحتى يحسن الاخر يقدرني. في كثير امهات بتقلي زوجي مو مقدرني، او في كثير ناس بالعمل بتقلك انا بشتغل شغل كثير كبير بس ما حدا مقدر شغلي. مو لتقدري نفسك بالاول؟
مو لتعطي قيمة لحالك بالأول، مو لتحطي قيمتك مو معلقة لا بشغلك ولا بحدا ابدا، معلقه فقط فيكي انت بعملك بكيفيه افادتك بحالك بالمجتمع اللي عايشه فيه. هون انا بعرف قديش قيمتي، لما بهتم بنفسي رح اعرف قديش قيمتي وشو هي قيمتي بالضبط، ابدا بالشيء اللي تعلق فيه. ولما بعرف قيمتي حياخذنا للخطوه الثالثه واللي هي مهمه جدا جدا، حب الذات، حب النفس. انا لما بحب نفسي برجع بقلك حيكون أدائي أحلى، حيكون مرتاحة. وعلى فكرة بحب نفسي حيصير عندي هرمونات السعادة عم تفرز تلقائيا بدون ما أنا أخذ منشطات، بدون ما أنا أخذ أي شيء لحتى أنا أكبح الحزن اللي عندي أو أنا مشط نفسي أو أنا أطلع من مزاج ماله منيح. فأنا حأعرف كيف أفرز هالهرمونات وعيش فعلا بسعادة، مو بس أنه أنا استنى سعادتي من الآخر. حلو كتير أنه يطروا علي العالم، حلو، ولكن هي إضافية مو أساسية. الأساسي إني أنا أكون راضي عن نفسي، الأساسي إنه أكون راضي عن إنجازي، الأساسي إنه أكون أنا عن جد بقدر نفسي وبقيم نفسي كنفسي مو كآخر. حلو كتير إنه غيري يقيمني، حيجي على فكرة تلقائيا. سبحان الله، بتقولي الشخص هاد متألق، عنده هيك نورانية بوشه، ليش؟ لأنه هو فعلا واثق بنفسه. أما الشخص اللي ما له واثق بنفسه فكيف الناس تثق فيه؟ اللي ما بيحب حاله كيف الناس تحبه؟ فأنا لما بدي حب حالي كتير مهم أعرف كيف حب حالي. هلأ السؤال اللي يطرح نفسه، طيب كيف بدي حب حالي؟ هذا السؤال رح نسألك يا كتير حلو. كيف ممكن أبقى هلأ إذا قلت لكم كهيك سؤال، عددي لي 4 أشخاص بتحبيهم، بدروا ما تذكري لي إياهم بعقلك ببالك. عددناهم كتير حلو. في هذا الشخص موجودة أنت في واحد من هالأربع أشخاص؟ أكيد أنت موجودة بهدول الأشخاص الأربعة. قلتي أنه أنا بحب مريم، يعني انا مريم بتحب مريم، بتحب فلان، بتحب فلان، بتحب فلان، فانت متصالحه مع نفسك. اغلب الناس اللي نحن سالناهم الاسئله ما كانوا ما كانوا بين الخيارات اللي كانت. فبقول له إن انت احق انك تحب هذا الشخص اللي انت دائما ملاصق لك. اكثر شخص حتعيش معه هو نفسك. فيك تتجاهلي اختك، فيك تتجاهلي امك، فيك تتجاهلي الاقارب، فيك تتجاهلي مديرك، فيك تتجاهلي كل الناس اللي عايشه حواليهم، ولكن ما فيك تتجاهلي نفسك. طيب فكتير مهم انك تحبي نفسك. طيب كتير حلو الحكي اللي عم تقولي مريم، وكانك عم تقولي لنا انه حب الذات لازم يصير بالمرتبة الاولى اليوم، يعني على صعيد اختياراتنا الشخصية او حتى المهنية. هون ممكن شوي بعض الاشخاص يقولوا لنا طب في شيء اسمه تضحية، في شيء اسمه انه خصوصا مثلا بادوار مثل دور الام هي متعودين عليها، بتضحي بتضحي بتضحي، يعني هي الكلمة الاساسية عندها اياها. فبتقول لك انه مثلا اذا راحت مثلا بدها تروح ساعة مع رفقاتها وتركت ابنها صغير بحسها كيف لك قلب؟ كيف لك قلب؟ بأنبع ضميرة صارت له فرصة بالحياة مثلا سفر او شغل تتخلى عنها، بتقول ما بقدر مثلا اترك اولادي هاي الفترة. طب هون كيف فينا ننمي هذا الاحساس؟ اكيد ما راح هي ما انا كبسة زر فورا الواحد ما كبسة زر. هي تدريب. كيف ممكن ينمي؟ هلا انت اخذتي جانب ثاني للحب الذات، مو كمحبة الذات، هي كاجراءات ممكن انا اعملها. يعني انا مثلا بنرجع للاولويات. اولوياتي هلا الان شو؟ انا اولا. طب بعد الانا شوفي ابني صغير ما بقدر اتركه، فهي مو تضحيه هي واجب. يعني ابني رضيع وانا اللي الام اللي عم ترضع هذا الطفل، فهذا واجب، هذا من الاولويات. فلما بترتبي اولوياتك بيبين معك شو ممكن سير حياتك او الاجراءات اللي انت حتعمليها. هلا ممكن فرصه رحلك ولكن في اولويه بحياتك، ما اسمها تضحيه. على فكره اذا عم تضحي طول حياتك حتضلك عايشه دور الضحيه طول حياتك، حتقولي لساته ابني صغير وصار عمره 20 سنه ولساته ابني صغير بنظره. فالفكره انه ممكن حدا ياخذ اذا اجتني فرصه يكون في ام بديله، يكون اختك مثلا، والدتك، ممكن سفره صغيره ترجعي تظبطي الوضع ممكن. طب انا ما لقيت، اوكي بقول لك انا هون في اولويات. هي ممكن نوع من انواع التضحيه ممكن، ولكن ممكن خليها اخر خيار. دائما فكري بنفسك لانه انت بخير، اطفالك بخير. دائما بنقول الام الانانيه مو بانانيتها المطلقه، ولكن الام اللي بتحب حالها عن جد حيكون لها جلد انه تسمع ابنها. تعي نفرق بين الام الانانيه، اذا انت اعطيتي مثال عن ام انه يا هل ترى عم تضحي، ام مضحيه ام انانيه، مين الافضل؟ طبعا مو الانانيه بالسلبيه، ولكن الانانيه اللي بيفكروها العالم انه هي حب النفس. خلينا نظبط المصطلح، الام اللي بتحب نفسها او بتهتم بنفسها، او فينا نقول العاطي اولويه، العاطي الاولويه لنفسها لحتى تحسن تكون عندها جلد لحتى تربي اطفالها. فحتلاقي الام المضحيه دائما دائما شكلها مو مرتب، دائما حتكون هي الام ما عندها وقت لنفسها، حتقول لك انا ابني قبله،
انا ابني عنده دراسه، انا زوجي، انا عائلتي، انا فحتلاقيها كشكل مو مهتمه بنفسها، مو مهتمه بجسدها. صح. وحتى مريم ما بتلاقيها مبسوطه يعني بهي التضحيه تماما، الجانب الانثوي، الجانب الانثوي هيك ناطر السعاده من الاشخاص اللي المفروض هي ضحت مشانه. تمام. هلا برجع بقول اذا علقتي سعادتك وعلقتي قيمتك بالاخر، هذا الاخر حيروح عاجلا ام اجلا. بس مريم خلينا شوي نكون واقعيين. اكيد يعني واقعيين. نحن بمجتمعنا قد ايه نسبه الامهات اللي عندهم ما رح اقول انانيه، هذا جزء من الوعي لحتى نحن نخبي شويه وقت لحالنا نرجع فيه لذاتنا نعمل شغلات بنحبها، قد ايه بتشوفي هذا الشيء موجود اليوم بمجتمعنا؟ هلا نحن اذا بنرجع للمثال اللي طرقته وما كملته، الام المضحيه والام اللي بتهتم بحالها، فشوفي الام المضحيه دائما شكلها ماله مرتب، ما عندها وقت، ملحوقه دائما، عم تعمل كل جهدها لتسعد عائلتها، بالاخير حيجي ابنها شو يقول لها ماما انا عندي شغله الفلانيه بدي احكيكي فيها، ايه حبيبي هلا شوي ثانيه بعدين، ما لها هالطاقه اللي تحكي فيها مع هذا الطفل. نفس الشيء جوزها ما رح تكون لها الطاقه لحتى تقعد وتسامره بالليل او تعمل واجباتها الزوجيه، ما حيكون لها الطاقه انه مثلا تسهر او يجيها ضيوف وتكون بابها حله، حتكون اكيد في شيء ناقص بحياتها. ننتقل على الام اللي مهتمه بنفسها، ممكن ما تكون عم تعمل الاكل العظيمه لاطفالها، ممكن بيكون بيتها كثير مرتب ولكنها هي مرتاحه، فلما بيجي جوزها عم بيشكي لها عن مهنته عم تسمع له، عم تعطيه الوقت الفعال. لما بيجي ابنه عنده مشكلة أو عنده أي شيء عم بيحكيها فيه أو مثلاً بده درس، حيكون إعطاءه مع طفلة فعال أكثر. فهون أنا بقول مو ضروري التضحية إني أنا أكون أم نظيفة جداً، مرتبة جداً، عاطي أولوية لأطفالي، عاطي اهتمام كل الاهتمام وتضحية لأطفالي، أبداً مو صحيح. هاي الأم بيوم من الأيام حتنهار، وباليوم من الايام حتقول يا ريتني ما كنت ام، يا ريتني ما تزوجت اصلا، وكثير استشارات بتجينا بتقول ما بدنا نوصل لحين او كثير تماما في كثير استشارات تجي بتقول لك انا يعني ندمانه اني انا مثلا تزوجت، او انا ندمانه اني انا صار أو ما عندي كفيت تعليمي، تمام، او ما كفيت تعليمي، او انا هالفرصه اللي اجتني رحت قلت لا عائلتي ابدا انا ابدا. بالنهايه الكل حيتركك، حتبقى نفسك هي معك. خلينا نشتغل على النفس، طبعا مو بانانيه ولا بنرجسيه ابدا، ولكن باولويه، في اولويه انت وبعدين في غيرك، اكيد ما رح توقفي عند اولويتك انت وتهملي غيرك. تمام. في درجات، وانما الدرجه الاولى هي انت. فالام هي اللي مهتمه بحالها حيكون عندها الوقت الجيد لتسمع اطفالها، الوقت الجيد لتكون مع زوجها. صحيح. هون قديش احنا بحاجه دعم المحيط، ان كان من زوج، ان كان من اصدقاء، من اهل، من كل هذا الشيء، لانه فعلا الاعباء والواجبات هي كثيره، في حال كان العبء كله على شخص واحد فهو اكيد ما رح يقدر يقوم بكل هي الواجبات. صحيح. هلا انا برجع بقول دائما لا تطلعي ولا تستني تاخذي قيمتك او تاخذي سعادتك من الاخر، سعادتك بنفسك، سعادتك بقيمتك انت وقيمتك انت بتعمليها. هي شغله ممكن تكون جديده علينا او نحن ما تبرمجنا عليها من الصغر، مشان هيك بناخذ دائما الام التضحيه. تمام. الام هي اللي بتترك كل شيء مشان اولادها، او الانثى بالذات الانثى هي اللي بتضحي مشان خطيبها او حبيبها او زوجها. حلو، كثير حلو، ولكن بيجي بالمرتبه الثانيه، واكيد في درجات. لما بتكوني انت بالمرتبه الاولى فكله بيرجي بعدين. يمكن لما هيك نوقف كل فتره ونسال حالنا شو بنحب وشو ما بنحب وشو بدنا اياه، نقدر نوصل لهي المرحله بترتيب الاولويات اللي ذكرتيها. بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا مريم حاج عثمان. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك مريم مره ثانيه.